لا زلنا متواصلين معاكم عبر تغطياتنا الاعلاميه، وفي هذه اللحظه نرحب باحد المشاركين عبد الله الساعدي. نقول لك صباحك الله بالخير. صباح النور والسرور، جزاكم الله خير على هذا التغطيه، وانتم من اول يوم متواجدين ما شاء الله عليكم، ما مقصرين. اتمنى لكم التوفيق وجزاه الله خير. شوف ما قصروا. نعم. الميزانيات ما شاء الله يعني متاليه، والناس فرحه والناس سرور والناس. نعم. فرحانه، ونتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع. اي نعم، هذا كلها ناموس. نعم. هذا اللمه كلها ناموس. ابو حميد كلمنا عن مشاركتكم. والله اليوم شارك عندنا رجوه طالعه من الثنايه ورايحه شوط الحول، اول مشاركه لها في الحول، والحمد لله رجوه يعني تاريخ يعني ما شاء الله حافل بالانجازات، رصيده 18 سياره سابقا، وحواره يعني مفروده محصله سياره في سويحان، ثاني سويحان، ثالث ظفره، ثاني ظفره في المشاركات في السنون المتقدمه، والحمد لله رب العالمين. يعني رجوه لها انجازات ولها عوايد، يعني اتمنى لها التوفيق ونتمنى التوفيق للجميع. كيف جهوزية الحلال؟ والله الحمد لله احنا مجهزين ومحضرين، وهناك التوفيق بيد الله تعالى. الانسان ما يملك من امر شيء، كل امر بيد الله تعالى. الانسان عليه بالتحضير وعليه بالتجهيز وعليه بالترتيب العدل، والتوفيق نتمنى من الله تعالى. وهذه اول مره تدخل في سن الحول صحيح؟ هذا طبعا اول مره سن الحول، سن كما تقول تجمع البوش كلها، اللي هي طالعه من ثنيه روحت حائل، اللي قبل سنه واللي قبل سنتين واللي قبل ثلاث مجمع الحول. ولكن ترى لابد، هذا ترى السنون تمشي والايام تمشي، اليوم اذا باكر ثنيه ورا باكر حائل، هذا كما تقول، وانت من التوفيق يعني، هذا يعني المزاينه كذي يعني ترتيبها. جهوزيه دخول حلال في الحول لها جهوزيه اخرى؟ والله صراحه انسيابيه الحركه يعني انسيابيه الاشواط ما شاء الله اللجنه ما مقصره السنه حقيقه في الترخيص وفي الانسيابيه تدخيل الاشواط، انسيابي يعني ما شاء الله يعني قايمين بدور، والعمليه سارة سلسه يعني. نعم. الناس مرتاحه والامور طيبه والاوضاع كلها طيبه الحمد لله رب العالمين. واحمد نقول الله يوفقكم ويعلي فالكم الناموس. امين، الله يوفقكم ويوفق الجميع. ومن هذا المنبر نشكر الشيخ محمد بن زايد واخوانه حكام الامارات على ما يقدمونه، والعطاء الدائم، الدعم لا محدود، سواء في مجال المزاينه او مجال الركض او مجال الابل بشكل عام الحمد لله، وفي الموروث يعني جزاهم الله خير، في الموروث الشعبي كله يعني داعمين. اتمنى لهم التوفيق، اتمنى النجاح، اتمنى لهم ان شاء الله الصحه والعافيه، وانتم نفس الشيء اتمنى لكم التوفيق والنجاح، جزاكم الله خير ما قصرتوا، والاخوان اللي خلف الكواليس جزاهم الله خير، قائمين وتعبانين ومن الصباح وجهودكم طيبه، يعني نشكركم على هذا الجهود، نشكركم على كل ما بذلتوه، ونتمنى التوفيق، جزاكم الله خير واحسنتوا ومشكورين، الله يحفظكم يا رب. شاكرين لك. شكرا.